خلاكي تضلك مبسوطة فاطمة؟ شايفي منظرها قضوي؟ هالمدينة بتاخد العقل مثلك انت. هاي وين صرتي؟ السنة الماضية تتذكر قديه بكيت لما هديتني فستان العرس؟ ضروري تتذكري هلا. لا ماني متضايقة من الموضوع، بس بوقتها كتير انزعجت لما شفت الفستان الأبيض، لأني ما تخيلت أني ممكن ألبس فستان عرس بحياتي، مع أني حابة، كنت حابة هذا الشيء كتير، بس أبداً ما كنت متوقعة أني ممكن أتخطى مشكلتي بهالسرعة. فاطمة حبيبتي أنت كتير قوية وأنا فخور فيك. أنا لولاك ما كنت تخطيتها كريم. نحن نجحنا سوا لأنه كنا سوا نجحنا. ها؟ إجوا الصحفيين المزعجين. ليش جبت لك ألبوم لك؟ مو مشان نعبيه صور؟ يلا قربوا على بعض، قربوا روسكم من بعض. حلو، رح آخذ لكم صورة وكأنكم عم تطلعوا على المدينة. بدي يبين هالمنظر بالصورة، خليكن عاديين. وهلأ وضعية تايتانيك. ما بدي صورة مثل التايتانيك لأنها غرقت. ما بيصير تركبي باليخت وما تاخدي صورة مثل التايتانيك. ما بدي، خدلنا صورة هاي. ماشي مثل ما بدي. شو بكي؟ فجأة حسيت معدتي عم تلعي. بجوز لأنك أول مرة بتطلعي بالسفينة لهيك حسيت بدوار البحر. أنت بتدوخي من البحر؟ لا مش الحال، خلص أنا منيحة. لا ليش مانك مبتسمة؟ يلا خلينا نطلع لفوق وناخد صورة جماعية. يلا ماشي. أنتوا سبقوني، أنا رح فوت على الحمام. أوه شو هالمواهب هي؟ يلا تعالوا راح عليكم كتير شغلات. خلينا نرقص نحن كمان، تعال. ايه وانا موافق، يلا نرقص. ألو؟ ألو؟
والله مبسوطين ومشقرقين. ايه الحمد لله. هاي حفلة عرس عيني ولا عيد ميلاد؟ شو فين يسار؟ شو بدك مني؟ لأمتى رح تضل هنيك؟ طقيت من القعدة لحالي. ما بعرف بجوز متأخر. يلا جيب الولد وتعالوا يلا. يسار نحن بنص البحكي، بدك يعني ارجع؟ ولا بدك خليهم يرجعوا على الشط مشاني؟ بدك يعني ينهوا الحفل يرجعوا؟ اطلع من هالبواب وقول انك مبسوط. سامعة صوت ضحكتكم تهكهتكم، مبسوطين على الآخر والله، وميسر مقبولة هون بالبيت. شو بدك؟ احكي بسرعة ميسر. احكي لشوف شو عم بصير هني؟ تعشينا وهلا بلشنا نرقص. وشو اجاها هدايا لفاطمة قلي؟ مراد بده يفوت على الحمام، لازم سكر. طيب قلي شو جاب لك كريم هدية؟ ما بعرف ما بعرف، لكن الولد رح يعمل تحته. قطعتوا قلب الجاتو ولا لسه؟ يلا ميسر روحي لازم سكر يلا الله معي. ختيارنا نزيه. لا مين قال لك هالشي؟ رجلي اللي قالوا لي وركبي قالوا لي كمان. اوف تعبت كتير.